تتزايد التحديات البيئية يوما بعد يوم، ولعل أبرزها وأكثرها خطورة مشكلة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، ما دفع عددا من دول العالم لإطلاق مبادرات وبذل جهود مكثفة للسيطرة على هذه الظواهر. وفي مصر وبالتعاون مع السفارة السويدية بالقاهرة أطلق مشروع شجرة في المدرسة 2، والذي يهدف لنشر ثقافة زراعة الأسطح وتجميلها في المدارس الحكومية، وكذلك التغلب على الكثافة الطلابية داخل الفصول. ويهدف المشروع للحد من الاحتباس الحراري وإتاحة الأنشطة الصديقة للبيئة لطلاب المدارس. تفاصيل أكثر مشاهدينا نتابعها مع ضيفنا داخل استوديو جديد، السيد محمد عبد الصمد المشرف العام على هذه المبادرة الجميلة. أهلا بك معنا وصباح الخير. أهلا بك، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك معنا ببرنامج يوم جديد. بالبداية بدأ المشروع عام 2013، خبرنا أكثر كيف تطور ومع مين تعاونته وفكرة مين كانت بالأساس؟ هو في الأول المشروع بدأ سنة 2013، كان الهدف اللي أنت بتروح المدارس الحكومية بتزرع حوالين المدارس شجر أصيل، هو الشجر الموجود أصلا في مصر. ده الكويس فيه إن هو كويس للتنوع الأحيائي في البلد، بيستهلك مياه قليلة، وكمان بيقلل بيمتصل انبعاثات الدفيئة على قد ما نقدر يعني. بس في نفس الوقت لاحظنا ان في مساحة غير مستغلة، وهي كانت سطح المدرسة. فقلنا ليه ما نعملهاش، ما نزرعهاش برضو يعني. السطح المزروع الأسطح الخضراء معروف ان هي بتقلل ظاهرة الهيت ايلاند او الاحتباس الحراري بالضبط. الهيت ايلاند هو المدن اللي هي بتبقى مصنوعه من مواد زي خرسانيه وكده، دي بتمتص حراره وبعدين بتطلقها اثناء بقى بالليل، فبتبقى اسخن شويه من الاماكن اللي حواليها، خاصه لو في زراعه. فزرعناها ساعتها، كنا زرعناها خضار وكده. فالمشروع دوت كان قائم في المدرسه دي اللي احنا عملناها، شغال لوحده بالمناسبه لحد دلوقتي. بس اللي احنا لقيناه ان لقينا الطلبه جابوا الديسكات بتاعتهم والتخت وبدأوا ان هم ياخدوا فصل فوق السطح. فقلنا طيب ليه ما نطورش الموضوع بحيث اللي احنا كمان نتناول مشكلة كثافة الفصول. صار لكم اهداف اوسع واكبر. لما طبعا بدأنا نشتغل مع المدارس وهيئة الابنية التعليمية، عرفنا اكتر عن المدارس والمشاكل اللي هي بتواجهها اكتر. فقلنا ليه ممكن يكون دوت حاجة اليوزرز هم يعني قاموا بيها، ليه ما نعملش زي فصل السطح الأخضر. حلو. يبقى انت كده بتقدم حل بيئي، ومش حل تحاول انت تقلل مشكلة كثافة الفصول، في نفس الوقت حاجة تكون كويسة للبيئة برضو. طيب سيد محمد، قد ايه أثر هذا المشروع على يعني تقليل الظواهر الضارة، يعني الاحتباس الحراري زي ما بنقوله، تغير المناخ؟ ما انا زي ما بقول لحضرتك، احنا لو خدنا الشجر والسطح الأخضر دوت بيمتص ثاني اكسيد الكربون، في نفس الوقت بيعمل زي كولينج افكت. لاحظتوا الفرق الكبير؟ احنا لاحظنا فرق كبير جدا على الطلبه. يعني في اخصائيه نفسيه في المدرسه وكانت قالت قد ايه ان المشروع دوت ساهم في تحسين الحاله النفسيه للطالب. ساهم، خلاه يبقى ايجابي اكتر. في بعض الطلبه على الصفحه بتاعتنا في التواصل الاجتماعي لقيناهم مصورين البلكونات عندهم، وقالنا بص احنا زرعنا ده، احنا عملنا دوت، وبدأوا ان هم يعني تو بريتش الايديا لناس تانيه يعني. اصدقائهم، ويكونوا فاعلين اكثر في المجتمع يعني. بس كانوا اكثر حاجه احنا انبسطنا منها هو تاثيرها الايجابي على الطالب. يعني نحن حاليا عم نشوف الصور وعم نشوف الطلاب على اسطح المدرسه، وعم نشوف كمان رده الفعل انه عم بتكون هيك مبسوطين. يعني انا شخصيا انا وعم شوف الصور عم اقول يا ريت كان في هذا المشروع ايامي وقتها كنت انا بالمدرسه، يعني كنت اكيد حتكون حالتي النفسيه افضل بكثير مما كانت قبل. ولكن هون عم نشوف انه الطلاب مبسوطين، الاساتذه اكيد في عندهم كمان هن مبسوطين هن، وعم بيعطوا العلم للاطفال. ولكن رده فعل الاهل هون كيف كانت؟ يعني هن معودين يمكن الاهل على الطريقه القديمه، هل تقبلوا هيدا الفكره؟ طبعا الاهل مبسوطين جدا يعني، كله عنده فخر. يعني برضو فوجئت على التواصل الاجتماعي لقينا بعض الاهل يقول ايه ده المدرسه بتاعت اولادي، ايه ده فرحانين جدا طبعا ان هم مع اولادهم هنا، وحتى ساعات بيطلعوا يتصوروا على السطح، ويعني المكان جميل يعني، في قبول كويس جدا من المجتمع ككل.
يعني ما كان الدعم السيد محمد من المؤسسات أو من المدرسة نفسها، كان الدعم برضو من الأهل، يعني الأهل طبعًا. نفسهم ما عززوا فكرة هاي عند الطلاب لحتى كمان يقدروا يزرعوا برضو في البيت، أو يعني الفكرة وصلت لأبعد من المدرسة صح؟ أكيد طبعًا، ما هو ده الهدف اللي أنت ليه بتعمل ده في المدارس، علشان نزود الوعي بالأنشطة البيئية، بمشكلة الاحتباس الحراري. وزي ما قلت حضرتك إن في طلبة كتير قوي في بيوتهم وفي بلكناتهم والبلكونة بتاعتهم عملوا زرعوا حاجات بسيطة، طبعًا مش سطح أخضر، بس زرعوا على قد ما يقدروا، ودي كانت حاجة كويسة جدًا يعني. غير هالأنشطة هاي شو في الطلاب أو الأطفال فيهم إن هم يعملوا أنشطة صديقة للبيئة ممكن تساعد برضو على التقليل من الأضرار المناخية اللي ممكن تأثر عليك كطالب مثلًا؟ في جوه المدرسة الطلبة بيعملوا أنشطة ليها علاقة طبعًا بالزراعة والحاجات ديت، في كمان ستيشن لإعادة تدوير، وفي كمان بيستخدموا الحاجات البلاستيكية برضو، بيعملوا أب سايكلينج، إن هم بيحولوها في الحصة بتاعة التربية الفنية لحاجات شكلها جميل برضو، نوع من أنواع الحاجات الفنية، وبيستخدموها كحاجات يزينوا بيها الفصل والمدرسة بتاعتهم وبيوتهم برضو. هيدا المشروع ايضا بيتم استهدافه لمحاربه الفقر، كيف عم بيتم هيدا بهالطريقه؟ الكونسبت المبدئي في الاول احنا كنا بنهدف ان احنا نزرع خضار، ان المدرسه تقدر ان هي تبيعه وتبدا تصرف على نفسها، او الفئات الاقل انكم في المدارس. بعد كده المدارس بدات ان هي تزرع انواع معينه، دي اللي احنا بنحط صبارات بالمناسبه بتستهلك ميه قليله جدا وما بتحتاجش أسمدة كتير والكلام ده، طبعا احنا في منطقة تعتبر المية فيها مش أكتر حاجة متاحة، فلازم ناخد بالنا من البصمة المائية بتاعتنا يعني. نعم. فالصبارات ديت ممكن ان هي بتعمل منها شتلات وبتتباع، يعني هي سعرها يعتبر ان هي عالي نسبيا مقارنة بالنباتات التانية. طيب سيد محمد، كيف يتم تمويل المشروع؟ المشروع ده يعني من بدايته لنهايته هل زادت نسبة الدعم له؟ هل هو حركته على السوشيال ميديا زاد المقبلين عليه برضه من ناحية تقديم الدعم لحتى ينتشر أكثر على مستوى أوسع على نطاق المنطقة؟ احنا دلوقتي بنحاول ان احنا ناخد المشروع دوت از بزنس، يعني نحاول نعمل له بزنس موديل، نحاول احنا ندخله في البند بتاع المسؤوليه الاجتماعيه، المسؤوليه الاجتماعيه للشركات، وده حتى اللي احنا عملناه برضه، يعني اول تاني سطح في اول مدرسه ده كان تبرع من عندنا، والفصل الاخير دوت اتعمل كان خد دعم من سويدش بيزنس كوميونيتي هنا في القاهره. نعم. ودي كانت مبادره من السفير السويدي، فاحنا نامل ان في شركات تانية برضو سواء شركات او منظمات اللي لها علاقه بهذا المجال ان هي تدعم برضو المشروع. حلو. نعم، يعني بداتوا عام 2013 ونحن حاليا بال 2020، كم عدد المدارس يلي صاروا ضمن هيدا المشروع؟ هو احنا عملنا مدرستين بس. نعم. لحد دلوقتي، لان احنا ما كانش الموضوع دوت كان شويه صعب في الاول، يعني أكيد كان لازم أكيد ان انت تديفلوب مع هيئه الابنيه التعليميه البيلدينج كودز، ازاي الحاجات هتتثبت، لان هو في يعني حاجات معماريه وانشائيه تفاصيل دقيقه جدا. فكان الموافقات في الاول اخذت كتير، بس دلوقتي احنا عندنا 7 مدارس في القليوبيه بس، في عندنا مدارس تانية برضو في القاهره، فدلوقتي مرحله التوسع. يعني ان شاء الله. هل في خطط للمحافظات، يعني في توسع على مستوى المحافظات ولا بس لداخل القاهره؟ احنا في طبعا القاهره احنا بدانا دوت في القليوبيه. اوكي. دلوقتي المحافظ وهيئه الابنيه ادتنا 7 مدارس، نهدف اللي احنا نعمل ان شاء الله على اخر السنه ديت 35 فصل فيها. في برضو 3 مدارس في القاهره برضو، دي تصلح انشائيا كهيكل. كيف بتقيموا إن الموضوع انه هذه المدارس تصلح لانشاء الاسطح الخضراء؟ ما احنا مش كل المدارس تصلح صح؟ طبعا، يعني لازم طبعا يكون اول حاجه في طلوع سهله على السطح. حلو. مش كل المدارس ممكن تطلع لها للسطح بتاعها. بعد كده العامل الامان بالنسبه للمبنى، فهل دي تصلح برضو؟ هو ما فيش احمال جامده، بس برضو لازم ان احنا نتاكد من الاستشاري الانشائي ان دوت تنفع ولا لا. الحاجه طبعا المهمه اللي احنا بعد ما كل ده بيبقى اوكي، بنشوف على الفريق القائم في المدرسه، مدير المدرسه واداره المدرسه، هل هم هيحافظوا على الموضوع وهيكبروه ولا لا.
يعني هون انتم عم تشوفوا الامان المبنى، ولكن هل عم بتشوفوا هل في امان للاطفال؟ يعني خاصه انه في ريسك انه يصير لهم شيء الاطفال على سطح المبنى. طبعا ما هو كل ده السيفتي دي اول حاجه احنا بنبص عليها. يعني مش كل السور او الدروه بتاعه الاسطح بتكون عاليه كفايه، فاحنا اول حاجه بنعملها اللي احنا بنعلي الدروه علشان خاطر الامان طبعا. يعني حتى احنا بنعليها، مش فاكر الكودز اللي محطوطه من الابنيه التعليميه قد ايه، بس بنعليها عشان بنفترض أسوأ الحالات لو حد مثلا طالب زق طالب او حاجه تبقى امان. يعني حتى في التركيب الحاجات دي فيها تفاصيل برضو. اكيد طبعا. يعني سيد محمد عبد الصمد المشرف العام على هذه المبادره الجميله، نتمنى ان هي تتوسع اكثر، ونتمنى كمان تتوسع على مستوى مش بس مصر، على مستوى الوطن العربي ككل، لما فيها فائده برضو لنفسيه الطالب. شكرا كثير لك، نورتنا في يوم جديد وسعداء جدا بوجودك معنا. شكرا كثير لكم. شكرا.